بنات نفسي تلمسون يدي بعد هالماسك، أزال الجلد الميت، الخشونة، عطى يدي نظارة وشد وتبيض وركزول على النظارة، يديني صارت تبرق برق. أهلا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. يلا نبدأ بخلطة اليوم. المكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. أول مكون معانا بنات النشا، ورح نحتاج ملعقة صغيرة مليانة منه. النشا بنات، النشا يبيض البشرة، يشدها ويضيق المسامات. المكون الثاني راح يكون الشوفان. تطحنينه باودر او تاخذينه زي ما هو من العلبة. انا بنات اخذته زي ما هو عشان راح اسوي فيه زي السكراب واقشر فيه بشرتي واشيل الجلد الميت. هذه هي المكونات الجافة بنات، الحين راح نخلطها مع بعض ونمكسها كويس، وبعدين راح نخلطها بالمكون السائل. النشا بنات لحالة يقفل المسامات ويشد البشرة ويبيضها. تقدرين تستخدمينه لحالة، نشا مع زبادي للتبييض، ونشا مع حليب سائل لتقفيل المسامات. مثلا اذا نظفتي منطقة الانف عندك، منطقة الدقن، او نظفتي وجهك بالكامل، وزعي النشا مع الحليب وشوفي كيف تتقفل مسامعتك وتنشد. المكون اللي بعده بنات، واللي راح اخلط فيه المكونات، اللي هو موية الورد. اذا ما توفرت عندك موية الورد ممكن تستبدلينه بالحليب السائل العادي اللي هو يجيك نادك او المراعي او ندى، لكن هالمرة حبيت اجرب موية الورد لانها تفتح البشرة وتشدها وتعزز من انتاج الكولاجين. مقدار موية الورد بنات راح تضيفين بغطاء العلبة نفسها، وبعدين راح تضيفين للخلطة وتخلطينهم كويس مرة. الكمية هذه بنات ما راح تكفي لوجهك وليدينك، إذا حابة تحطين في وجهك راح تزيدين وتحطين ملعقتين شوفان وملعقتين نشا ومرتين تحطين موية الورد بغطاء العلبة. توزعينه على وجهك كامل وجهك، بس أنا حطيته على يديني بنات عشان أوريكم النتيجة وفي نفس الوقت أوريكم ثبات الماسك. هالماسك بنات عرفتها من قريبتي، كنا حاضرين عزيمة وكانت لابسة كت، وكانت ما شاء الله تبارك الله يدينها مو فوق، فيها نظارة ولمعة وفيها شد وكأنها تستخدم عناية. سألتها وقالت لي انها تستخدم ماسك الشوفان وعلمتني على طريقته، وبصراحة بنات والله العظيم فعلا لما جربتها لاحظت تفتيح ونظارة ونعومة في بشرتي خيال مو طبيعية. وإذا تبغين تشوفين الفرق حطيه على يد ويد لا، وشوفي كيف المسامات راح تنشد وتختفي، اليد راح يصير فيها تفتيح، راح تلاحظين اليد اللي حطيتي فيها مشدودة غير عن اليد الثانية. راح تحطينه مرتين بالأسبوع على وجهك ورقبتك وطبعا يدينك، وتخلينه 15 دقيقة، وقبل ما تغسلينه سوي حركة دائرية نفس ما أنا سويت في أول الفيديو. استمتعي بعدها بالنظارة والتفتيح.